استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم وفدا من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة اللواء الركن علي بن عبد الله القحطاني قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوفد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا معاليه على متانة هذه العلاقات الأخوية وازدهارها الدائم والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تطويرها في كافة المجالات ومنها المجال العسكري. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.